بالبيت، شلون بدي فوتك لعندي؟ لك ايه، بعرف انه ما في حدا بالبيت، انا مشان هيك جاي لعندك، بدي احكي معك براحتي. خيرو؟ ايه ما بقدر فوتك اذا ما كان في حدا من اهلي. لك افتحي بقى خيريه، خلصيني، شو بكيه؟ شو عم تعمل هون صهري؟ شو عم بعمل؟ يعني جاي اشوف خطيبتي هلا بهالوقت؟ وشو فرقت بقى ست خاطر؟ لا ما فرقت شي. لحظه لاخذ لك طريق. إله ساعة عم بدق على الباب وأنا قلت له إنه ما في حدا وهو بده يفوت على البيت. يعني قلتي له ما في رجال بالبيت هو صار يفوت لعندي؟ إيه والله يا أخي، وإذا ما راك بصدقني أعطيني المصحف أحلف لك عليه. قولي قولي على قامتي قولي. ما قلت لك خيرية إنه ما في حدا بالبيت غيرها صهري؟ ايه واذا ما في حدا بالبيت شو انا غريب يا ست خاطر؟ لا ما انا غريب بنوب، بس هلا رح اسويك غريب يا واطي. لك انت بلا ادب وبلا زبايه، وانت بلا ادب وبلا زبايه، ما في حدا بالبيت عم تضربني يا خاطر، ومن بده يطلع بروحك كمان. لك اذا انا ما عندي ربوك انا برفيك، ولا لك ما بيكون اسمي كمان اذا ما ربيتك. انا فاشي انا فاشي. لا عم تصيح على الزبايه، روح انت ويعملوا ولا روح له. هاي أول مرة بيعملها خيرية؟ أخي والله أول مرة بيجي على البيت بغيابكم. خيرية مشان الله، إذا عاملها قبل المرة قلي لي ما تخافي. لك أخي والله لو جايك قلت لك. ماشي. عم يقولوا إنه شافوه واقف قدام بيت أبو خاطر، بده يفوت لعند بنت أبو خاطر مشان استغفر الله العظيم يا ربي وتوليك. يلعن ويلعن هيك ترباية، معناتها القتل لازمته. شرف الغليظ اكل الشعري، واللي بياكلها من عند ابو غالب بيرفرف وبيطير. بليله بليل اكل الشعري، واللي بياكلها من عند ابو غالب بيرفرف وبيطير. يا لطيف على هالجيل، الواحد ما عاد يأمن يترك البنت بالبيت لحالها. ايه بس قتلوا قتلي نهنه فيها نهنه. ايه بده اياها هالمقوص يخرب بيته من حاله ينكر تكراره، ولك شو فوتوا على بيت ما في رجال. يو فريال خانم، ايه كاتب كتاب الرجال؟ لا فوزية، واذا كان كاتب كتابه الرجال الشيطان لسه ما مات. بتعرفي ولك فوزية، انا لو كان عصام بده يجي لعندي مشان يشوف لطفية وانا ماني موجودة بالبيت، ايه بعمل له جرصة بكل الحارة وبفسخ الخطبة كمان. يو شو بدك تفسخ الخطبة وهو متجوزها؟ شو ضاربتك الوشة فوزية؟ أنا بقصد وقت اللي كان خاطبه وكاتب كتابه عليها وقبل ما يصير العرس. ها إيوة هلأ فهمت عليكي. لك يبعت له قتله على هالفصل اللي عمله مع بنت أبو خاطر. لك يخرب بيته شلون بيطلع معه هيك؟ الله لا يوفقه يا حق إلهك. وهن مو عارفانين إنه ماله مربى؟ لك أختي منين بدهم يعرفوا؟ قليلي بس منين بدهم يعرفوا؟ الولد لا له من حارتنا وتربايته مو مثل تربايتنا. وشلون أبو خاطر بيجوز بنته لواحد ما بيعرف شو أخلاقه؟ معلوم بده يردفها من وشه مشان يتجوز على المرحومة ام خاطر. لك يتجوز مين ماسكو؟ بس مو ضروري يرمي بنته هالرمية المقعطلة. وهذا اللي صار. بس القصول يا ابن عمي انه العريس ما يشوف عروسته الا بليلة الدخلة. لك منين طلعوا لي فيها هاي قصة زيارة كل ساعة والتانية؟ منين؟ ايه بس الولد كاتب كتابه يا ام بشير. ولو كان ابن عمي ما بيصير يفوت بيت اهله بدون ما يكونوا موجودين. بتحكي مزبوط يا شهيرة، بتحكي مزبوط. ولك شو سويت يا خاطر؟ شو سويت؟ وشو قلوا عنا ليفوت على اختي ولسه ما صار عرس تبعه يا بي؟ شو قلوا عنا؟ بس مو تضربه قدام العالم. هو بدي كسر له راسه تكسير كمان لحتى يعرف انه اعراض الناس مو تسلاية عنده يا بي، مو تسلاية. ولك يا ابني مكتوب كتابه ليه؟ يا بي بكره بس يصير العرس تبعه هو حرفيا، وقيمت ما بديش على هذا البيت بدي حطه على عيني وراسي، بس هلا بدي اشوف اختي وما في رجال بالبيت. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا بي انا من الاول ما حبيت اكون صهرنا جوز اختي، ما حبيت وما ارتحت له بنوب. يا
ينزل ثانو اللي عم يحكي عليها. خيرية بنت الأدب والشرف والتربية، ما بتساوي هيك أبدا. يا مو الناس عم تحكي عليها إشكال ألوان، قصتها صارت على كل لسان، شو نعمل يا مو؟ الله لا يوفق اللي بيجيب سيرة أعراض الناس. لك ما بيخافوا ينحكى على العرض؟ شو شافوا قاعد معه بوسط البيت وطالعوا وقتلوا قتلة حشكو لبن وقلعوا ورد رجع قتل خيرية قتلة طربش لواجهة وشها، ولو ما أجوا النسوان وخلصوها لكانت انشختت على البلوعة شخت. إيه وأنت منين سمعتي هذا الكلام؟ فاتت لعندي مرته لبياع الكعك وخبرتني. ايوه وهي من امتى بتفوت لعنا؟ هي اول مره بتفوت لعنا ابن عمي. واخر مره بدها انه فاتت لعندك، شو فهمتي؟ ليش ابن عمي؟ هي ما بدي اياها تفوت لعندك، عم تفهمي؟ فهمت ابن عمي، بس المخلوقه ما حكت شي كذب. لا كذب وستين كذب، وكل شي حكته على بنت ابو خاطر ترفيقه. العمى لك شو هالناس هدول؟ لك خطيبة ما فات لعندي على البيت وصاروا يألفوا قصص وحكايا، لك شوي تاني بيحكوا أكبر من هيك على المسطورة. يا لطيف يا لطيف. لك إيه؟ شوفي هدى، إذا هاي الجارة بتدق عليك الباب بتقلعيها، أوعك ها أوعك. حاضر ابن عمي حاضر. العمى؟ إيه دامي، لا تفتش، ليش عم تفتش؟ راجل راسك مجموعة، فوت. طب ما بتفهم وين شو عاملين؟ على كل بكرة الصبح حسابك يا مجرم. أنا مجرم؟ شو عامل أنا يا سيد نوري؟ بكره تعرف حالك شو عامل. انا هلا ماني فاضي لك، تعبان ورايح نام. شيء لا حول الله على هالليله، والله ماني عامل شيء. تاج راسي، فتحت موضوع اجرتك مع عمي؟ لا والله لسه، بس ليش كل هالقد عم تنقي؟ بصراحه بدي اخذ منها خرجيه. خرجيه؟ وشو عزك بالخرجيه بقى؟ يعني في شغلات بدي اجيبها، انت ما حتعرف تشتري لي اياها ابن عمي. تكرم عيني، كل اول اسبوع رح صير اعطيكي خرجيه، غيره جميله خانو. بدي شغله ثانيه كمان. شو بدك كمان امري؟ بدي تلاعبني دق برسيس. شو شكلك جعبالك تخسري اليوم؟ روحي اوام على غرفه امي وجيب البرسيس من عندها. اوام؟ لك الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا حق. خلص من كل بيت من كل بيت بكره لازم احكي مع ابي. وعد يا خيري يكون Hey! Hey!